طبعا معانا دلوقتي عبر طبعا ودرب جافي وبدري من خلال وجوده في برشلونة المدير الفني السابق ديفيد بادية. ديفيد بادية، أهلا. بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. ديفيد، Thank you very much. It's a شكرا pleasure for me also شكرا جزيلا، to be انا here with من you. بالغ سروري ان اتواجد معكم على قناة النادي الأهلي. احنا الحقيقة سعداء انك بتتواجد معانا في الوقت المناسب، لان احنا كنا بنتكلم على شكل مهم جدا جدا للمنتخب الاسباني، وبنتكلم بشكل خاص على اللعيبة الاعمار السنية ما بين 17 و19 سنة اللي بتمثل قوة كبيرة على مستوى منتخبات كثيرة. انت شايف الموضوع ازاي؟ بدأ ازاي في اسبانيا وخاصة في برشلونة؟ كيف يؤهل اللعيب بهذا الشكل؟ بنتكلم على جافي، على بدري، ايه المصنع اللي بتشتغلوا عليه عشان تطلعوا هذا اللاعب بهذا الشكل الفني والبدني؟ Well, it's true that the هذا صحيح أن بطولة العالم، بطولة العالم القادمة ستكون صعبة. يجب أن يكون لديك لاعبين لديهم شخصية قوية وخبرات، ولكن الآن لديك أيضا لاعبين شباب يشاركون في برشلونة وريال مدريد وغيرها من الأندية الإسبانية، ولديهم الطموح ليتألقوا في كأس العالم. التألق في كأس العالم أكيد موضوع مش سهل، موضوع محتاج رؤية واضحة للمدير الفني لكل منتخب. وهنيجي على لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الأسباني. أنت طبعًا اشتغلت في أسبانيا وكان ليك تجارب كثيرة جدًا في برشلونة، وكمان خبرات على مستوى المدير الفني في أحد الأندية في تركيا، خبرات تدريبية كبيرة جدًا جدًا. أنت من خلال رؤيتك شايف إلى أي مدى يستطيع المنتخب الأسباني الوصول لأبعد نقطة في المونديال؟ حسنا، أعتقد أن إسبانيا الآن لديها فريق جيد وتؤدي بشكل طيب على مستوى المنتخب. ربما تواجه بعض الصعوبات أن تحكم على منتخب بلدك، ولكن بالنسبة لمنتخب إسبانيا لدينا فريق جيد على المستوى البدني، لدينا فريق شاب، لدينا فريق يستطيع المنافسة على البطولات الأوروبية على مستوى الأندية والمستوى المنتخب. أعتقد أن مستوى منتخب إسبانيا الآن مميز جدا. أنا آمل أن أرى منتخب إسبانيا في مصاف الدول الفائزة بكأس العالم في السنين القادمة. دايما بنتكلم ان الدوري المحلي لازم يكون دوري قوي جدا، بيفرز لعيبه دوليه على مستوى عالي، والقائمه قائمه المنتخب الاسباني بتضم يمكن 7 بس خارج اطار الدوري الاسباني. هل انت شايف ده دليل على قوه الدوري الاسباني، او دليل على يعني الشغل بالنسبه للمدربين في الدوري الاسباني مطلعين عدد كبير جدا بيمثل المنتخب الاسباني؟ نعم، بالطبع هذا دليل على ان على العمل الجاد منذ سنوات الاتحاد الاسباني وطاقم العمل بالنسبه للمدربين، وهذا انتج لاعبين مميزين، وهذا امر طبيعي. اذا كنت افضل دوري في العالم الليغا، فبالطبع ففي رايي ستكون هذه نتيجه طبيعيه أن تخرج لنا الليغا لاعبين مميزين للمنتخب الوطني الإسباني. في نفس الوقت لدينا لاعبين كما ذكرت يلعبون في إسبانيا ويؤدون بشكل جيد في أقوى دوري، وكذلك اللاعبين الذين يلعبون خارج إسبانيا قد صنعوا بالفعل خليط جيد للمنتخب الإسباني. ما فيش شك طبعا المنتخب او الدوري الاسباني من الدوريات القويه، لكن طبعا اكيد يسبقه شويه الدوري الانجليزي. لكن على مستوى الاداره الفنيه، ديل بوسكي طبعا مدير فني المنتخب الاسباني الاسبق، تاريخ كبير جدا جدا، وعايز مش هقول مقارنه، ولكن انت شايف وجود لويس انريكي على راس القائمه الفنيه للاداره الفنيه للمنتخب، ايه الفرق ما بين منتخب ديل بوسكي الحائز على كأس العالم ومنتخب أسبانيا اللي هيشارك مع لويس إنريكا في 2022؟
بالطبع بالطبع، فيسنتي ديل بوسكي مدرب مدير فني تاريخي رائع، ولويس انريكي كذلك مدير فني كبير، ولكن المستوى الذي وصل له ديل بوسكي كان مستوى كبير مع اللاعبين، حاول هو دوما يحاول ان يصل لاقصى مستوى عند اللاعب ويحفز اللاعب على افضل شكل. فبالتالي اخرج المنتخب الاسباني لنا صوره جيده، صوره رائعه مع فيسنتي ديل بوسكي، وخصوصا على مستوى البطولات كبطوله كاس العالم. يجب عليك ان يكون لديك مستوى 100% من مستوى اللاعب للاداء في هذه البطولات. على مستوى الجماهير، على مستوى السوشيال ميديا، على مستوى الصحافه هناك في اسبانيا، توقعاتهم ايه مدى وصول المنتخب الاسباني للادوار المتقدمه؟ هل في تفاؤل بالنسبه لمنتخب لويس انريكا للوصول لابعد نقطه، ام الامور قد تكون صعبه للمنتخب الاسباني؟ بالطبع الامر صعب، والامر صعب على الجميع ليتصور او يتوقع. اعتقد ان بالرغم اني ذكرت اننا لدينا واحده من اقوى الدوريات في العالم، ولكن يظل الامر مختلفا في كاس العالم. اعتقد ان الجماهير تطالب وبشده ان نفوز بكاس العالم، وتتمنى الفوز بلادها، وهذا طبعا بناء على طموحهم في اللاعبين الجيدين الذين لدينا. هم يعرفون ماذا يحدث حينما يكون لديك هذه النوعية من اللاعبين وتشارك في هذه البطولات. بالطبع إسبانيا ستؤدي الأفضل، وأعتقد أنها ستكون الأفضل في البطولة. طيب، على دم على مستوى الجماهير وعلى مستوى الصحافة، بالنسبة لك أنت ديفيد، توقعاتك أنت للمنتخب الإسباني إيه؟ دي نمرة واحد. والجزء الثاني، هل تتوقع فوز احد منتخبات اوروبا ام امريكا اللاتينيه؟ Well, as a coach I know that كمدير فني ولا اتكلم كشخص، انا اتوقع الكثير منافسه، واتوقع بطوله قويه لا تستطيع ان تحدد، ولكنك تعرف من ستواجه وتعرف اللاعبين جيدا في الوقت الذي نعيشه. فبعض بعض 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 البطولات يكون الامر صعبا، ولكن الان الامر يعتمد على الهدف والهدفين والحصول على نقطه ربما تصعب بك للدور المقبل، ربما في ضربات الجزاء، ولكن اعتقد ان الامر صعب. بالطبع الفائز هو من سيؤدي الافضل. اتمنى ان يكون اسبانيا، واتمنى الحظ لاسبانيا، واتوقع ان تفوز وتؤدي بطوله مميزه. ده على مستوى اوروبا وامريكا اللاتينيه. كمان لازم يعني بنتكلم على توقعاتك كمان لمشاركه الفرق العربيه والافريقيه، يعني شايف ازاي حتى الكره الافريقيه والكره العربيه من خلال كاس العالم 2022؟ كما قلت، ربما الأمر يكون ربما يكون مميزين وربما لا، ولكن بالنسبة لي لا أتوقع الكثير، ولكن أتوقع الكثير بناء على الخبرات السابقة للمشاركة في كأس العالم. وربما على مستوى الأندية لديكم أندية قوية، ولكن لا يوجد قوة مميزة في كأس العالم هذه، ولا تستطيع أن تتوقع من سيتأهل. الأمر ليس سهلا على المنتخبات العربية. لا أستطيع أن أقول أنهم سينافسوا كثيرا، ولكن بالطبع بعضهم ربما يحدث المفاجأة في كأس العالم القادمة ربما، ولكن لديك فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين، لديك منتخبات لديها حظوظ أكبر من المنتخبات العربية بالفعل. عايزين نسألك كمان عن اللاعب المصري، يعني أنت يعني من خلال خبراتك، يعني من خلال وجودك حتى في الدوري التركي، اتعاملت مع اللاعب المصري على المستوى الفني، على المستوى النفسي، كمان وجود محمد صلاح في افضل لعيب على مستوى العالم خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، شايف ازاي ايه اللي ينقص اللعيب العربي واللعيب المصري بشكل خاص للوصول لما وصل ليه محمد صلاح؟ Well, in the end, is one player. أنا تعاملت مع
مع لاعبين عرب ومصريين، ولكن محمد صلاح هو واحد من أفضل اللاعبين بالفعل، ولكن الأمر لا يعتمد على لاعب واحد لتحكم على فصيل من اللاعبين العرب. فبالنسبة لمحمد صلاح، لا تستطيع أن تقول أن البيئة المحيطة بمحمد صلاح تؤهل محمد صلاح ليكون في هذا المستوى، وإذا توفرت هذه البيئة للاعبين العرب أعتقد أننا خلال سنتين أو ثلاث سنوات سنجد لاعبين بنفس الكواليتي، بنفس الجودة وبنفس المستوى الذي نراه الآن، كما ذكرنا عن محمد صلاح، ونرى اللاعبين المصريين في أفضل الأندية الأوروبية ويؤدون بشكل جيد، لديهم المستوى، لديهم الجودة، ولكن الأمر ليس سهلا لتظهر في محافل دولية ككأس العالم ودورة أبطال أوروبا. ربما أعتقد أن كأس العالم سيكون فرصة جيدة لظهور اللاعبين العرب. ديفيد، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي، وكل أكيد كل التوفيق للمنتخب الأسباني في كأس العالم قطر 2022. شكرا جزيلا. Thank you very much. شكرا جزيلا لكم.